أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، أسعد الله مساءكم بكل خير. نلتقي مجددا مع درس جديد بعنوان نضال المغرب من أجل تحقيق الاستقلال واستكمال الوحدة الترابية. وقد كنا قد تطرقنا في الدرس السابق إلى موضوع نظام الحماية والاستغلال الاستعماري، وقلنا أن معاهدة الحماية تم توقيعها سنة 1912، وهي اعتبرت مؤشر انطلاق كفاح مختلف مكونات الشعب المغربي بشتى الوسائل من أجل تحقيق الاستقلال، في حين شكلت سنة 1956، وهي سنة استقلال المغرب، بداية التفكير في استكمال الوحدة الترابية. وإذا قمنا بتحليل هذا العنوان، يعني نضال المغرب من أجل تحقيق الاستقلال واستكمال الوحدة الترابية، سنجد على أنه يمكننا تقسيمه إلى محورين أساسيين: نضال من أجل تحقيق الاستقلال واستكمال الوحدة الترابية، وهو الموضوع الذي سنقوم بدراسته طبعا الحال في المغرب. بالنسبة للإطار الزمني لنضال المغرب من أجل تحقيق الاستقلال، هو ما بين سنة 1912 و1956، بينما استكمال الوحدة الترابية ما بين سنة 1956 و1979. إذن أهداف هذا الدرس: أول شيء، يجب أن نتعرف على خصائص المقاومة المسلحة وعوامل توقفها، رصد تطورات المقاومة السياسية أو ما نقصد بالحركة الوطنية في فترة الثلاثينات والأربعينات، ثم إدراك دور ثورة الملك والشعب في تحقيق الاستقلال ودور المفاوضات السلمية في استكمال الوحدة الترابية. إذا نضال المغرب من أجل تحقيق الاستقلال يمكن أن نقسمه إلى قسمين: أول مرحلة، وهي المقاومة المسلحة، والتي يعني كمدة زمنية أو كإطار زمني لها ما بين سنة 1912 و1934، ثم نضال سياسي وهو ما بين سنتي 1930 و1956. أولاً، ما خصائص مرحلة المقاومة المسلحة وعوامل توقفها؟ المقاومة المسلحة خاضتها 4 قبائل مغربية، وهي قبائل الجنوب والصحراء، قبائل الأطلس المتوسط، قبائل الأطلس الكبير والصغير، وقبائل الريف وجباله. وفي الجدول التالي سنبين هذه القبائل وأهم زعمائها والفترة الزمنية وأيضا أهم المعارك. إذا القبائل الأولى قبائل الجنوب والصحراء، أهم زعمائها أحمد الهيبة مربيه ربه. الفترة الزمنية أغسطس/سبتمبر 1912، ثم استمرت بعد ذلك في الجنوب سنة 1934. أهم معارك: معركة سيدي بوعثمان سبتمبر 1912، ومعركة إيجالفن فبراير 1913. ثم قبائل الأطلس المتوسط، أبرز زعمائها محمود الزياني، سيدي رحو، فترته الزمنية ما بين سنة 1914 و1921. أهم معاركها معركة الهري، وهي المعركة المشهورة في تاريخ المغرب يوم 13 نوفمبر 1914، ومعركة تاغازوت في يونيو 1916. قبائل الريف وجبالة، أبرز زعمائها محمد بن عبد الكريم الخطابي ومحمد أمزيان، فترتها الزمنية ما بين سنة 1912 و1926. أبرز معاركها معركة أنوال، وهي المعركة التي خاضها
خاضت عفوا القبائل مع الإسبان يوم 21 يوليوز 1921، ومعركة دار بن قريش في يناير 1920. ثم أخيرا قبائل الأطلس الكبير والصغير عبر زعمائها عسو بسلام، بعلي زيد أحمد، عبد الله زاكور. هناك فترتين زمنيتين لهذه المقاومة، الأولى ما بين سنة 1918 و 1933، والثانية ما بين سنة 1920 و 1934. أبرز المعارك عفوا معركة القوس في يوليوز 1919 ومعركة بوكافر في فبراير 1933. إذن كما هو مبين في الجدول، فإن المقاومة المسلحة للقبائل المغربية توقفت سنة 1934. وهنا السؤال يطرح، ما هي العوامل والأسباب التي أدت إلى توقف هذه المقاومة؟ أول عامل، خيانة بعض القياد المغاربة تعاونهم مع سلطات الاحتلال ضد المقاومة المغربية كالقائد العيادي والقلاوي والمتوقي. ثم تباين ميزان القوى بين المقاومة المسلحة المغربية وقوات الاحتلال. عدم التنسيق بين القبائل المقاومة. استعمال فرنسا بعض القبائل المغربية لمواجهة المقاومة. ثانيا، تطورت مرحلة المقاومة السياسية ودور ثورة الملك والشعب. إذا المرحلة الأولى من المقاومة السياسية كانت ما بين سنتين 1930 و 1944، وهذه المرحلة عرفت ظهور الحركة الوطنية إثر إصدار سلطات الحماية للظهيرة البربرية يوم 16 ماي 1930، تأسيس زعماء الحركة الوطنية علال الفاسي، محمد بن الحسن الوزاني، أحمد بلافريش في المنطقة السلطانية لأول حزب وطني سنة 1933 تحت اسم كتلة العمل الوطني. ثم تأسيس حزبي الإصلاح الوطني سنة 1933 والوحدة المغربية سنة 1937 في المنطقة الخليفية أو المنطقة الخاضعة للسلطات الإسبانية على يد عبد الخالق طريس ومحمد المكي الناصري. بعد ذلك حصل انشقاق في حزب الكتلة الوطنية الذي تفرع عنه الحزب الوطني لتحقيق المطالب بقيادة علال الفاسي، وحركة القومية بقيادة محمد بن الحسن الوزاني. حزب الوطني لتحقيق المطالب الذي فيما بعد سيسمى حزب الاستقلال منذ سنة 1943، ثم حزب الحركة القومية سيسمى فيما بعد حزب الشورى والاستقلال. بعد ذلك قامت الحركة الوطنية بتقديم مطالب الإصلاحات سنة 1934 إلى سلطات الحماية. وأيضا في المنطقة الخليفية قامت الحركة الوطنية بتقديمها إلى السلطات الإسبانية. إذن البرنامج الذي قدمته الكتلة العمل الوطني إلى السلطات الفرنسية هو انقسم إلى 3 أقسام: إصلاحات إدارية، إصلاحات اجتماعية، إصلاحات اقتصادية ومالية. بالنسبة للإصلاحات الإدارية، احترام النظام الإداري للمعاهدات الدولية، عدم السماح بالمس بالحدود المغربية. اجتماعيا، السماح بإنشاء مدارس حرة وإنشاء مستشفيات. أما اقتصاديا وماليا، إعطاء الدولة المغربية حق استغلال المناجم، وقف الاستعمار الرسمي، والمساواة في الضرائب بين المعمرين والفلاحين المغاربة. بطبيعة الحال هذه المطالب أو برنامج الإصلاحات التي قدمته الكتلة العمل الوطنية لاقى رفضا من طرف الاحتلال الفرنسي، وهو ما سيشكل نقطة تحول في الحركة الوطنية من المطالبة بالإصلاحات إلى المطالبة بالاستقلال. العوامل والظروف التي ساهمت في تحول الحركة الوطنية المطالبة بالإصلاحات إلى المطالبة بالاستقلال هي:
يمكن أن نقسمها إلى عوامل داخلية: عدم استجابة الإدارات الحماية لمطالب الحركة الوطنية، الاستمرار في استغلال خيرات البلاد، وأيضا عوامل خارجية أبرزها هزيمة فرنسا أمام ألمانيا في الحرب العالمية الثانية سنة 1940، صدور الميثاق الأطلسي الذي نص على حق الشعوب في تقرير مصيرها، الاستفادة من الحركات الاستقلالية في المشرق العربي، عقد مؤتمر ألفا سنة 1943، ووعد روزفلت لمحمد الخامس باستقلال المغرب إن ساعدوا الحلفاء في الحرب العالمية الثانية. إذا كل هذه العوامل أدت بالحركة الوطنية إلى تقديم عريضة أو وثيقة المطالبة بالاستقلال للسلطان وإدارة الحماية الفرنسية في 11 يناير 1944. وبعد تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال وإلى حدود تاريخ حصول على الاستقلال، أي ما بين سنة 1944 و1956، عرف المغرب مجموعة من التطورات أبرزها: تغيير مواقف السلطان محمد بن يوسف ومساندته للحركة الوطنية، مطالبته بإنهاء نظام الحماية وتحقيق الاستقلال في عدة مناسبات أبرزها خطاب طنجة سنة 1947، رحلة باريس سنة 1950، وخطاب العرش سنة 1952. نفي السلطان محمد الخامس وأسرته سنة 1953 إلى جزيرة كورسيكا ثم إلى مدغشقر، وتنصيب ابن عرفة ملكا بديلا له، وهو ما أدى إلى قيام ما يسمى بثورة الملك والشعب في 20 أغسطس. انطلاق العمليات الفدائية والمظاهرات والحملات الصحفية والسياسية في الداخل والخارج للمطالبة بالاستقلال ورجوع الملك الشرعي للبلاد، تأسيس جيش التحرير سنة 1955، اعتراف فرنسا باستقلال المغرب في 2 مارس 1956 في تصريح مشترك مغربي فرنسي أو ما عرف آنذاك بمفاوضات إكس ليبان، ورجوع محمد الخامس إلى البلاد. إذا بعد الحصول على الاستقلال سنة 1956 بدأت مرحلة أخرى لا تقل أهمية، وهي استكمال الوحدة الترابية، خصوصا الأراضي التي كانت لا زالت خاضعة لسلطات الاحتلال الإسبانية. نضع بين أيديكم خريطة بعنوان مراحل استرجاع المناطق المغربية المحتلة واستكمال الوحدة الترابية، وكما تلاحظون المفتاح اللون البرتقالي الفاتح مناطق استرجعت سنة 1956، وهي المنطقة السلطانية، باللون البرتقالي الداكن مناطق استرجعت سنة 1957، وهي منطقة طنجة، عبر مفاوضات وضعت حد للوضع الدولي حيث عادت هذه المدينة تحت السيادة الوطنية. باللون الأزرق الفاتح مناطق استرجعت سنة 1958، وهي منطقة طرفاية، وذلك بعد مفاوضات مغربية إسبانية جاءت عقب المقاومة الشعبية لقبائل أيت العمران. باللون الأخضر مناطق استرجعت سنة 1969، وهي منطقة سيدي إفني، بعد مفاوضات مغربية إسبانية تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة. باللون الأخضر الفاتح مناطق استرجعت سنة 1975، وهي منطقة الساقية الحمراء، وذلك بعد تنظيم المسيرة الخضراء في 6 نوفمبر سنة 1975. ثم أخيرا مناطق استرجعت سنة 1979، وهي منطقة وادي الذهب، وذلك بعد قدوم وفد صحراوي من الرباط لتقديم البيعة للعرش العلوي والدخول تحت السيادة الوطنية. وختاما، لم يتوقف النضال الوطني ضد الاستعمار عند تحقيق الاستقلال،
بل تواصل لأجل استكمال الوحدة الترابية، ولا زال متواصلا لاسترجاع سبتة أمليليا والجزر الجعفرية. إذا نترككم مع مصطلحات الإطار المرجعي. المقاومة المسلحة، الظهير البربري، الحركة الوطنية. كتلة العمل الوطني، برنامج الإصلاحات، وثيقة المطالبة بالاستقلال. جيش التحرير، العمل الفدائي، واستكمال الوحدة الترابية. أعلام محمد الخامس، علال الفاسي، محمد بن عبد الكريم الخطابي. نترككم مع بعض الصور التي تؤرخ لهذه المرحلة. الآن نضع بين أيديكم تقويم للتعلمات عبارة عن وضعيتين، الوضعية الأولى الاشتغال بالوثائق، والوضعية الثانية موضوع مقالي. إذا وضعية الاشتغال بالوثائق، لدينا 3 وثائق. الوثيقة الأولى، الوثيقة الثانية والثالثة، ثم المطلوب. هذه الوضعية هي وضعية مركبة بين دروس الضغوط الاستعمارية ومحاولات الإصلاح، وأيضا نظام الحماية بالمغرب والاستغلال الاستعماري، وأيضا هذا الدرس اللي هو نضال المغرب من أجل تحقيق الاستقلال واسترجاع أو الاستكمال الوحدة الترابية. استكمال الوحدة الترابية. فالحال لدينا هنا مجموعة من الأسئلة التي هي أسئلة وفق الإطار المرجعي للمادة. بالنسبة للوضعية الثانية، هي وضعية الموضوع المقالي. موضوع مقالي، لدينا نص مصحوب بأسئلة، 3 أسئلة، وهي أيضا وضعية مركبة من 3 دروس. وختاما، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.